لا تدخل المنافسة الانتخابية وتشغل عن طريق الترشيحة، هكذا يمكن وصفها باختصار أوجدتها الأمم المتحدة في انتخابات عام 2005 من أجل تمثيل فئات مختلفة من المجتمع كالمكونات أو الأحزاب الصغيرة التي لا تحقق القاسم الانتخابي أو تقترب منه، كما حصل مع حزب الأمة العراقية في الدورة البرلمانية السابقة. أما اليوم فقد اختلف مفهومها وأخذت تتصارع عليها الكتل الكبيرة لتصبح من مكتسباتها. تجربة المقاعد التعويضية تطبق في دول تحسب على عدد الأصابع، ويراها البعض أنها تعكس ضعف النظام الانتخابي والعملية الديمقراطية. يعكس حقيقة هذا النتيجة إلى ضعف العملية السياسية وإلى ضعف العملية الانتخابية بصورة عامة والديمقراطية، وهذا أعتبره تجاوز على حقوق الفرد بصورة عامة. إلا أن هناك من يرى في المقاعد التعويضية نوعاً من العدالة بسبب تباين مشاركة المصوتين في الانتخابات بين مكون وآخر، والمكون الذي يأخذ في دائرته أصواتاً لا يمكن مقارنتها بمكون لا تخرج دوائره للتصويت يحصل على التعويضية. ويراها آخرون أنها توفر الفرصة لإشراك الكفاءات التي لا تحظى بشعبية في مجلس النواب. ليس هناك مقاعد تعويضية موجودة، ولكن هو آلية من آليات الانتخابية لم تعوض الكيانات السياسية لما تخصم الناس. نحتاج إلى بعض الكفاءات، ودائما الكفاءة ليس لديها شعبية في الوسط المجتمعي بسبب انشغاله بأعمال الكفاءة والدراسة والتطور. لذلك وضعت هذه الحكمة للصعود بعض الكفاءات التي يحتاجها. وبما أن المقاعد التعويضية أخذت تذهب إلى الكتل الكبيرة على حساب ما تحققه من مقاعد، فإنها شكلت عامل إزعاج للكتل الصغيرة التي أخذت تعمل على إلغائها، لأنها بحسب رأيهم تأتي بشخصيات مقربة من زعماء الأحزاب ولا تحظى بشعبية في الشارع. هناك كتل رئيسية دائما تسعى إلى أن تكون هناك 15 مقعد تعويضي لغرض أن يعملوا على صعود بعض المقربين لهم الذي لا يستطيعون أن يحيزوا على أصوات أبناء الشعب العراقي. الكل عملته بجد، وخاصة بعض الكتل الصغيرة، على هذا الرأي، والحمد لله والشكر تم الاتفاق وعملنا على إلغاء المقاعد التعويضية ووزعت بالكامل على المحافظات. وشكلت المقاعد التعويضية طيلة الفترة الماضية محطة خلاف وصراع بين الكتل النيابية وزعمائها، إلا أن الاتفاقات الأولية على قانون الانتخابات الجديد قد تستبعد هذا النوع من المقاعد وحصول كل محافظة على استحقاقها. هذا إن لم يعترض المعنيون بإدارة الحوار على القانون، خصوصا إذا كان بعضهم يجلس على مقعد تعويضي. من بغداد، أمجد طريق.